يعني لو شلنا نواب التيار الصدري 73 نائب من التيار الصدري، المتبقين يقدرون يوقعون على حال البرلمان وينتهي الموضوع، إذا كانوا هم فعلا مقتنعين جميعا كما تقول بحل البرلمان. أسهل منها ماكو، خلي يتفقون كلهم بحل البرلمان ويعطون توقيعات وينتهي الموضوع. أستاذ أحمد اسمح لي، لا هم متفقين بحل البرلمان، لأنه هذه العملية السياسية أصبحت لا تلبي المطالب. إذا ما يحلوه تشكيل الحكومة منو لازمهم؟ ولكن منو لازمهم؟ كيفية حل البرلمان منو لازمهم؟ حل البرلمان حسب الآليات الدستورية، حسب الآليات الدستورية وليس حل البرلمان. هناك خطوات جادة يجب أن نتخذها قبل حل البرلمان، هو عودة يعني بناء جسور الثقة بين أطراف العملية السياسية. ما هو الضامن إذا حلينا البرلمان وانتخابات مبكرة جديدة وتصرف أموال طائلة والشعب العراقي هو يعني في هذه الحالة وأطراف العملية السياسية يقبلون نتائج الانتخابات؟ ما هو الضامن؟ فإذا نحن بحاجة إلى اتفاقات والتزام أطراف العملية السياسية بنتائج الانتخابات مسبقا كي نحل البرلمان في الخطوة التالية، وأيضا نذهب إلى انتخابات مبكرة. شريطة هذه الانتخابات أن تكون تخرج البلد، يعني تكون لديها نتيجة إيجابية وواضحة تخرج البلد من هذا النفق المظلم، وإلا حل البرلمان وإجراء انتخابات وأيضا نعود إلى المربع الأول والجميع لا يرضى، أو الطرف الخاسر حتى على الأقل تقدير لا يرضى بنتائج الانتخابات.